مرحبا أهلا عالم، رح نبلش اليوم بطريقة كتير لذيذة لفطيرة السبانخ. رح أعلمكم إياها خطوة بخطوة. رح ناخد أول شيء الحشوة، رح ناخد شوية سبانخ نقليهم مع شوية بصل وكزبرة وتوم ونحشيهم بقلب العجينة. عم بستخدم السبانخ الصغيرة فما بدنا نفرمون، بس مغسلين مظبوط ومنشفين من المي. روعة. أول شيء رح ناخد بصل وشوية ثوم. رح نبلش نقطع البصل لشرايح كتير رفيعة. رح احط شوية زيت زيتون بقلب المقلاية ورح نسف شوي البصل. بنحركهم بسرعة، بدي البصل يتدبل. رشة ملح خفيفة. رح ناخذ الثوم نقشرهم ونضيفهم فوق البصل. تقريبا بتشبه حشوة الكبة تبعت اللقطين اللي بيعملوها مع السلق، فما بيحطوا لك كزبرة بس بصل وشوية حمص وشوية سلق. نحن هون عم نعمل سبانخ فرح اضيف شوية ثوم بتعطي طعم كتير طيبة. البصل عندي تدبل، شايفين كيف نقص حجمه تدبل صار بلش يصير شفاف، هذا اللي بدنا اياه. الثوم شو رح نعمل؟ رح نقطعهم لمكعبات ناعمة. كفوا هالقد. البصل والثوم اساس الطبخ وخاصة الطبخ العربي. رح نحط الثوم فوق البصل. رح نضيف كمان شوية زيت زيتون صغيرة لأنه الحشوة تبعتنا بالبقلة شوية زيت زيتون. بعدين رح نضيف فوقهم السبانخ. الثوم بلش يتقلى مع البصل، امورنا تمام. رح نضيف السبانخ. السبانخ في ناس بتعمله بطريقتين، في ناس بتسلق السبانخ بتبرده، في ناس بتحطه بتخليه يطلع كل ميته بصير لونه اسود، عن جد منظره بصير كثير بشع بقلب الحشوة. شو رح نعمل؟ رح نسحب السبانخ سوتي او هيك تنزيف صغيره مع البصل والثوم، ندبلهم تدبين من دون ما نطلع ميته ونطلع الدنيا تبعته ونخليه لونه اخضر حلو. رح ناخذ السبانخ رح نقلبهم بسرعه. بتشوفوا هلا دغري بيدبل وبتغير لونه. نحاول نقلبهم من تحت لفوق بسرعه. رح نضيف البقيه. رح طفي النار. طفينا النار وهذا هو المطلوب. قد ايه اخذ معنا وقت وبعده لونه حلو. اذا ضل السبانخ على النار شو رح يصير؟ رح يسود، رح نشيله على طرف. هيك صار جاهز. رح نضيف بقى باقي الكمية. رح نقلب. اخر كمية حطيناها رح تبرد لي المقلاية ويصيروا كلهم مدبلين مع بعضهم البعض. يا عين شايفين اللون عن جد روعة. بقى طلعت مية السبانخ وبعدها مثل ما هي عال العال. رح نفرد السبانخ على صينية لحتى تبرد بسرعة وما تطلع مياتها وخلص، هذا اللي بدنا اياه. قد ايه اخذت وقت؟ ولا شيء. نفردها بسرعة. روعة روعة. هلا هيك ما راح تسود معنا. راح نضيف بقى المكونات الثانية. راح نتبل بشوية ملح، شوية فلفل اسود. راح اضيف معهم شوية سماق.
اذا بدكم تضيفوا فلفله حمراء حلبيه ما بيأثر، بيطلع كمان حلو، بس السماق رح يحمض لي، فبدون ما اكثر كثير عصير حامض السماق رح يعطيني طعم كثير طيب. رشه سماق، ورح اضيف شويه صنوبر وشويه حب رمان على الحشوه تبعتي. اذا بدكم تحطوا رمان بترجع لكم ما في مشكله، وشويه صغيره صنوبر ليعطيني قرمشه ب الحشوه تبعتنا. شوي صغيره صنوبر وشويه رمان عظيم. اذا بدكم تضيفوا دبس رمان ترجع لكم، تضيفوا عصير الحامض او الليمون اللي بدكم اياه. بنخلط ونشوف شو وضع الحشوه. روعه، الحشوه بردت وصارت جاهزه للحشي. رح ندوق. رشه ملح صغيره، رح اضيف لها شويه سماق لحتى تعدل لي الحموضه، وهيك صارت الحشوه جاهزه. رح ننتقل بقى للعجينه. هلا رح نبلش نعمل عجينه الفطاير او السمبوسك. رح ناخذ طحين، شوية سمنة، شوية مي، رح نحطهم عنا هون. إذا بدكم تستخدموا زبدة بيصير. رح أضيف معهم ملح وزيت، وآخر شي رح نضيف الطحين. ورح نعجن لحتى تلم العجينه على بعضها البعض، بس ما رح نعجن كثير لانه ما بدي الجلوتين يشتغل بقلب الطحين. رح نخلط العجينه، شايفين كيف لمت على بعضها البعض؟ هذا اللي بدنا اياه. وبعدها انفرفطه، يعني بعدها العجينه ما عطتني قوام العجين، هذا اللي بدنا اياه. رح نضرب ضربة صغيرة ونوقف. خالصين. هذا اللي بدنا اياه. رح ناخذ وعاء وننقل العجينة لحتى تريح، بس تريح بنرجع بنخلطها وبتصير عندي انا جاهزة لنفتح السمبوسك. بهالحالة الجلوتين ما اشتغل وامورنا في السليم. شوف عندي عجينة هون عم بتفت فات دغري، بتقطع ما فيها جلوتين. هذا اللي بدي اياه. رح لمها بعضها ورح اغطيها وخليها ترتاح. رح ناخذ كلين فيلم ومن بعد ما ترتاح العجينة تطلع عندي بهذا الشكل. ما حطينا لها أي طحين أو أي زيت لأن العجينة فيها كمية فات منيحة أو كمية دهون منيحة. رح نقطع العجينة بهالطريقة، رح احاول امسدها شوي صغيرة. رح استخدم اليوم المكنة لحتى تطلع عندي العجينة بسماكة مزبوطة. شايفين العجينة ما عم بتلزق، رواق انه فيها كمية فات منيحة. بدكم تستخدموا الشوبك بيصير، واذا بدكم تستخدموا المكنة كمان بيصير، بس بنرقها شوي صغيرة مشان نقدر ننزلها بالمكنة تطلع عنا مظبوطة. رح اخذ المكنة اللي بستخدموها للعجين ورح نبلش نرق العجينة. أول شي بنبلش تكون عجينة سميكة ما تكون كثير رقيقة، بعدين بنرقق شوي شوي. رح نبلش ننزل العجين
راح نرقق شوي صغيره كمان. روعه السماكه صارت حلوه، ما راح نكتر كثير لحتى ما تنشق معنا. هذا ابني. رح ناخذ مقطع مدور للعجين ونبلش نقطع العجين تبعتنا بهذا الشكل. تقريبا رقيتها على عيار 3، طلعت كثير منيحة. نقطع بالمقطع لحتى ناخذ على الشكل الدائري. وبقية العجين اللي عندي هون ما بيصير له شيء، بنرجع بنعجنها وبنلم مع بعضها البعض وبنفردها. رح اخذ الحشوة تبعتنا اللي جهزناها من شوي ونبلش نحط بالعجين شوي صغيرة، يعني كل حبة عجين تقريبا هالقد. عظيم. رح ناخذ طرف العجين ونسكرهم بشكل مثلثات، يعني رح ناخذ اول طرف من العجينة نحاول ندخلها مزبوط للحشوة ونسكر المثلثات بهالطريقة. نرجع ناخذ الطرف اللي عنا اياه هون زايد ونسلسها بهذا الشكل. تطلع عندي الحبة بهذا الشكل. رح نرجع نسكر البقية. رح بلش من هون ناخذ العجينة من طرفها ونبلش نسكر. تسكروها مزبوط شواتها تنقلها ما تفتح الحبة. الفطاير او السمبوسك بالسبانخ صاروا جاهزين. رح ننتقل بقى هلا للزيت. الزيت لازم يكون عندي حامل حتى وقت انزل العجينة تنفخ معي وتعطيني الشكل المطلوب وما تاخذ معي وقت كثير بالقلي. دائما يكون في عندي صينية لحتى وقت نشيل السمبوسك نصفيها مزبوط من الزيت وننتقل بعدين للتقديم. رح نشوف وحدة شوف شو رح يصير اذا الزيت حامي ولا لا. رح ننزلها. تمام، هذا اللي بدنا اياه. شوف السمبوسك بلش او الفطاير يطلعوا لفوق والعجينه صار فيها بابلز. شغلنا تمام التمام. شكل روعه، بدهم شوي صغيره. هذا البابلز هذا هو الشغل المضبوط. راح نشيله على طرف. روعة. راح نصفيهم شوي من الزيت وراح ننتقل بقى للتقديم. وصلنا للمرحلة النهائية. راح نقدم السمبوسكات بهالطريقة التقليدية. روعة. رح ندوق. شايفين القرمشة، شايفين رقية العجينة، عن جد أكلة. بهالوصفة رح نعمل كبة التمن، يعني هي كبة الرز بس رح نعملها بطريقة كتير لذيذة. في ناس بيقولوا كبة حلب، في ناس بيقولوا كبة التمن او الرز. اول شيء رح نعمل الحشو. رح ناخذ اللحمه تبعتنا من البراد. رح اعمل كميه صغيره. رح اقطع معهم شويه بصل.
رح نقطع البصل اول شيء لمكعبات ناعمه، وبنفس الوقت رح نحط المقلي على النار لحتى تبلش تحمى مزبوط، ورح اضيف شويه زيت نباتي لانه عندي اللحمه مدهنه شوي، شويه زيت بس لحتى اقلي البصل. إذا ما بدكم تنعموا البصل معلش خلوه شوي خشن بيطلع حلو بالكبة، طعمته طيبين مع اللحمة. رمنا البصل، الزيت عندي أنا هون بلش يحمى، رح ننزل البصل. رح ننزل شوية صغيرة ملح فوق البصل لحتى يتدبل. لازم يتدبل البصل قبل ما ننزل اللحمة لحتى يعطينا الطعمة والتكشر المزبوطة، يعني القوام المزبوط. بنشوف البصل عندي أنا هون صار ترانسبيرنت، يعني صار شفاف، هذا اللي بدنا إياه. رح نضيف اللحمة فوق البصل ونحاول نكسرها عشان تطلع اللحمة عندي أنا هون مكسرة وناعمة. بنحاول نحرك اللحمة مشان تتكسر معنا ما تطلع معنا شقف كبيرة أو قطعة كبيرة. تقريبا اللحمة استوت روعة، شايفين هذا اللي بدنا إياه. هلا رح نضيف شوية فلفل أسود، رح نضيف شوية بهار الدقة. إذا ما في بهار دقة سبع بهارات تنفع، شوي صغيرة من بهار الدقة وبنحرك. روعة روعة. الحشوة صارت جاهزة، رح ننقلها لوعاء خليها تبرد قبل الحشي، فلازم تكون الحشوة دائما جاهزة وباردة عشان وقت نحشي الكبة ما تنكسر معنا. رح ننقل الحشوة، ما تصفوا كمية الدهن، يعني بدها شوية دهن بقلب الكبة، إذا ما كان فيها شوية دهن أو فات تطلع الكبة كتير ناشفة. وأكيد رح أضيف مع الكبة شوية مكسرات، فعندي أنا هون صنوبر محمص بالفرن رح أضيفهم فوق الحشوة. صار عندي أنا هون حشوة الكبة جاهزة وروعة. ندوق ونشوف شو القصة. لما نتم نطبخ مندوق، أهم شيء إنه ندوق كل مرحلة بمرحلتها. روعة ما بدها شيء. رح ننتقل بقى للمرحلة اللي بعدها بكبة الرز. هلا رح ننتقل بقى للمرحلة الثانية واللي هي كبة الرز. عندي أنا هون رز مطبوخ من زمان، صار له تقريبا يوم أو يومين، مسلوق سلق ما فيه أي شيء. رح نتبل الرز تبعنا بشوية ملح، شوية فلفل أسود، رح نحط معهم شوية فلفل حمرا حلبية لتعطيني لون وتعطيني طعمة. بهالطريقة. وفي ناس بيضيفوا مع الرز بيضيفوا برغل، بس ما له داعي، الرز لوحده بيكفي. الحلو بالرز انه فيه نشويات، فرح نشوف العجينة كيف هيك رح تدبق على بعضها البعض ورح نديرها مرة واحدة بكفي. أول شي منتبل الرز، شايفين دغري قلب لونه من الفلفل الحمرا الحلبية. رح ناخد المكنة ونبلش نطحن الرز لحتى يطلع عندي مثل العجينة. هيك العجينة صارت جاهزة، نشوف كيف دبقة. وبدنا نعمل كبة، نحاول
بنحاول دائما نستخدم الرز القصير لحتى تمسك معنا الكبه وتمسك معنا العجينه. اذا كان الرز طويل او بسمتي ما رح تعطينا نفس الدبقيه او نفس المسكه. رح ناخذ هلا الحشوه اللي حضرناها من شوي، عنا الرز جاهز، شويه مي بايدنا لحتى نقدر نفتح الكبه، رح نطبقهم بهالطريقه، واخر شيء رح نحط شويه كعك وشويه بيض لحتى نلت فيهم الكبه. رح اخذ هالصحون بهالطريقه، رح ناخذ شويه بريد كرامز اللي هو بانجو بريد كرامز، نحطهم عنا هون بهالطريقه، رح اغلف الكبه بشويه بريد كرامز، ورح اخذ بيضتين شايفين. هذا كثير مهم نحضر حالنا قبل ما نبلش نشتغل اي شيء. رح نملح البيض شوي صغيره، شويه فلفل اسود، رح نخلطهم بالشوكه لحتى يصيروا متجانسين. تمام تمام رح ناخذ صينيه تبعتنا، رح نطبقهم بهذا الشكل. هيك صار الميزون بلاس تبعنا جاهز وقادرين نشتغل بها بالكبه. العجينه مثل ما شايفين كيف ماسكه على بعضها البعض، هذا اللي بدنا اياه. رح نخلط شوي صغيره رواق. على فكره هاي الكبه كمان مشهوره بالعراق، بيقولوا لها كبه حلب، في ناس بيقولوا لها كبه تمن، يعني كبه الرز. رح ناخذ شوية مي بايدنا ونبلش ناخذ كور، نفتحهم نحشيهم بالكبة، بعدين نبلش بالبيض والكعك، واخر شيء رح تنتهي بالقلي. شوية مي ورح نشتغل. هي مشكلتها شوي كبة الرز بتعذب، لأن الرز بيلزق فبتعذب شوي بالشغل. رح نحط الحشوة بقلب الكبة بهالطريقة وبنسكر. شوية مي بالإيد، عظيم جدا. ورح أعملها بهذا الشكل كرة، فإذا ما بدكم تتعذبوا وتعملوا شكل الكبة بتضايقكم وما فيكم تعملوها، اعملوهم كرات ورح ننزلهم بقلب البيض. الحجم برجع لكم، فيكم تكبروهم شوي تصغروهم ما بيأثر، بس الحلو ما تكون كثير كبيره لانه رح تتاكل كمقبلات، فما بدنا نكبر الحبه. شغل الكبه حلو بس بده ممارسه. من بعد ما نزلنا الكبة بقلب البيض رح ناخذ معلقة نحركهم مزبوط حتى يتغلفوا بالبيض بهالطريقة، وبعدين رح ندلهم للكعك. مرة واحدة بتكفي، بس بدنا نعمل هيك مثل كرامز او قشرة حلوة عم تقرمش على قشرة الكبة. رح نرجع نلفهم ب البريد كرامز او البانجو كرامز بهالطريقة، روعة. بتصير عندي حبة الكبة بهذا الشكل، عظيم. رح كمل البقية وننتقل بعدين لمرحلة القلي. وصلنا لمرحلة النهائية، رح نقلي الكبة تبعتنا. رح ناخد الكبة نسقطها بقلب الزيت، ما بدي كتير الزيت يكون حامي مشان ما يحرق لي الكبة. تا
طيب حرارة الزيت على 175-180 بتكون روعة. إذا كانت حرارة الزيت عالية كتير شو رح يصير؟ رح الكرامز دغري يعطيني اللون، ومن بعد الكبة ما عطتني القرمشة المزبوطة، لأن الرز بيقرمش فبدي أقليها مزبوط لحتى أحصل القرمشة تبعت الرز والكرامز. بنحركها مزبوط لحتى ما يكون كمان شيء ملتزق بكعب الطنجرة ويتلون. هنشوف بلش أحس بالقرمشة، بلشت اللون عندي يحلى ويحلى، بدها شوي صغيرة. رح ناخد أول حبة نشيلها على طرف، هيك الكبة صارت عندي جاهزة. ورح ننتقل بقى للتقديم. رح نبلش نقدم الكبة تبعتنا بهذا الشكل. وهيك صار عندي أحلى كبة رز. ورح ندوق ونشوف شو القصة. رح تسمعوا القرشة يا عيني يا لطيف، الريحة بتشل. ده بقية الرز والقرمشة مع الخبز الحشوة. بهالوصفة رح نعمل منسف، بس المنسف الحلبي. خلينا نبلش اول شيء ناخذ اللحمه تبعتنا من البراد، لانه لازم نعمل هيك وقت يكون في منسف يكون في جراديش لحمه مرتبه. رح ناخذ اللحمه ورح ناخذ الزبده. انا دائما بالوصفات اللي بيكون فيها لحمه تنطبخ على البطيء بحب استخدم الموزه. فيكم تستخدموا الضلع او الكتف او الفخده، بس الموزة عن جد خطيرة. رح ناخد الطنجرة، رح ننزل شوية زبدة لحتى نحمر الموزة عنا هون. كفو. رح نخلي الزبدة تصير محمصة، بعدين رح نحمص الموزة. بهذا الوقت شو رح نعمل؟ رح نقطع شوية خضرة لحتى نضيفهم للمرق تبعتنا، ويطلع عنا شيء هيك طيب، واللحمة تطلع عنا طيبة كتير. رح ناخد البصل نقطعهم لشرايح. فيكم تحمروا اللحمة بالفرن إذا بدكم، ما بدكم تحمروها على النار. رح ناخد البصل ونقطعه لشرايح. أها الزبدة بلشت. رح نزل اللحمة، لأنه لما تتحمص معي اللحمة يكون أنا كمان الزبدة عندي اتحمصت. رح ننزل الموزة الزبدة شي غير شكل. ودائما وقت تكون عم نعمل اكلات فيها لحمة وحتى تنطبخ لوقت طويل الافضل تكون بعظمة، افضل اللي بتعطيني زكاوي بتعطيني نكهة كتير طيبة، حتى بتطلع طرية اكتر ما بتنشف. رح احاول احمرها اللحمه من كل الاطراف لحتى يصير عندي شيء اسمه مايار رياكشن، اللي هو البراونينج ايجنت للحمه، ليعطيني لون ويعطيني طعمه اكثر ما انه يحافظ لي على العصاره بقلب اللحمه. رح ننزلها، عظيم جدا. ورح انزل معهم البصل، البصل بدي اياه يتقلى مع اللحمه. وبنحرك. روعة. رح نقطع الكرات. تقريبا انا اغلب الخضروات اللي بستخدمها ب
طبخ اللحمة هن البصل والكرات والجزر. البصل عندي روعة، بلش يتقلب مع اللحمة. رح ننزل الكرات فوقهم. يقشوا هاد روايح غير شكل. هلا رح نضيف بقى الجزر، رح ناخذ جزرة واحدة بتكفي. رح نتبل بشوية ملح على الخفيف، شوية فلفل أسود، ومنحرك. روعة. المي عندي لازم تكون عم تغلي. رح شغل عليها. شايفين اللحمة كيف تحمرت، أخذت اللون الحلو، الخضرة اتقلت، البصل صار مكرمل، شايفين لونه ما أحلى. هلا رح يطلع عندي صوص بني حلو منه محروق. رح ضيف شوية بهارات لأخذ نكهة عربية، شوية قرفة، شوية هال، رنفل، ونضيفهم فوق اللحمة تبعتنا. عود قرفة بكفي، واحد بكفينا، حبتين ثلاثة هال بالكتير. ما بدي البهارات تضغي على اللحمة وعلى باقي النكهات. حبة قرنفل أو حبتين قرنفل بالكتير. منقلب روايح بتجنن. رح نضيف كالعادة بقدونس وزعتر لأنه كتير بلبق مع اللحمة تبعتنا. رح نضيفهم بهذا الشكل، بقدونس وزعتر. رح ضيف كم حبة ثوم، أو خلينا نحطهم كلهم خمس حبات ثوم مع اللحمة. المي صارت جاهزة، رح نوطي النار ونحرك. أوهو ريحة الزعتر هلأ بلشت مع البقدونس، شغلة عظيمة. المي صارت جاهزة، رح نشيلها ونضيفها فوق اللحمة. عظيم جدا. منحرك شوي عشان اذا في اي شيء علقان بالطنجره تبعتنا من الخضره ينحل مزبوط. يا عين نغمر اللحمه مزبوط بالمي. هنغطي هلا على اللحمه. في شغله، اذا نعلي الحراره منقصر الوقت، اذا رح ننزل الحراره منطول الوقت. رح احط اللحمه على درجه حراره 150 تاخذ تقريبا 3 ساعات. هبحاول افرجيكم تقنيات مختلفة عن كل مرة. 150 رح تاخذ معها تقريبا 3 ساعات. رح ننقل الطنجرة على الفرن. بنشوف هون من بعد 3 ساعات شو رح يطلع عندي. رح يطلع عندي هالمنظر الجميل، الفنان. رح فرجيكم اللحمة شو رح يصير فيها. روعة، شايفين كيف محمرة ومشمرة. يا عين، وبعدها زهرية من جوا. ايش شو هاد أكلة. رح ننتقل بقى للمرحلة اللي بعدها. هلا وصلنا لوقت الرز. رح ناخد وعاء لحتى ننقع الرز عنا. هون رح ناخد الرز القصير. أنا بالأكل العربي تقريبا بستخدم بأغلب الأكلات الرز القصير، الكالوريز رايز. بنحط الرز، رح نغسل الرز من النشويات لحتى تصير عندي المي شفافة. عظيم جدا. رح نترك الرز ينتقع عنا هون لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة شو بصير؟ بطلع عندي الرز منقوع وحبته فاتحة وعاد العال. إذا مندقق بحبات الرز بنشوفهم لون أبيض
متوحد ما فيه شيء مشقشق او مكسر، اذا كان هذا الشيء موجود معناتها الرز بعده ما انتقع مزبوط ورح يكسر معنا بالطبخ. فمن بعد ما غسلنا الرز مزبوط ونقعناه مصفى مزبوط، رح اخذ شويه سمنه لانه عم نشتغل اليوم بمنسف فلازم سمنه. اذا بدكم تستخدموا الزبده بيصير، زيت لا افضل، شويه سمنه لحتى نحمص الرزات. رح نحمي السمنه مزبوط وننزل الرز نحمصهم، رح نطبخ الرز مع ميه اللحمه اللي عندي اياها هون. رح اشغل تحت ميه اللحمه لما بدي اياها تكون عم تغلي وقت لنكون حمصنا الرز. دائما بالمناسف يكون في سمنه وكميه كبيره، وبالاخر بعد ما يعملوا المنسف يطبقوا اللحمه ويطبقوا كل شيء بيرجعوا كمان بحطوا كويه سمنه بتصير شوي ثقيله، فالافضل انه نخفف الكميات تبعت المواد الدسمه. على فكره السمنه هي مثل الزبده بس مصفايه ما فيها الحليب اللي هي clarified butter. السمنه بلشت تحمى، رح نحط حبتين ثلاثه رز نشوف اذا وضعنا مزبوط. لا بعد بدها شوي كمان. السمنه اذا حمت كثير تعطيني طعمه حتحدي ما طيبه بالاكل، فلازم ما نحميها كثير للسمنه او نحرقها على النار. سمنة حمت، رح نضيف الرز. ومنقلب الرز من تحت لفوق من تحت لفوق لحتى يتحمص معنا. مية اللحمة تمام بلشت، ها قربت لتغلي. نشوف هون بلش الرز كمان يتلون. الرز تقريبا بياخد حوالي 3-4 دقائق لحتى يتحمص، اذا حمصناه زيادة عن اللزوم بيطلع مقرمد وبيطلع عندي هيك قاسي الرز وشكله غريب الرز. عظيم جدا مرقة اللحمة صارت تغلي عندي، رح اخذ البهارات رح اضيفها انا عندي بالرز تبعنا. رح ناخذ شوية قرفة، شوية بهار الدقة، اكيد رح اضيف شوية فلفل اسود. تقريبا الرز الشرقي بياخذ نفس البهارات، رشة بهار الدقة، رشة صغيرة قرفة، شوية فلفل اسود رح اضيفهم فوقهم، رشة ملح. نحرك نشوف الرز كيف هيك جمع بعضه ببعض، تلون الرز، وهذا اللي بيسموه الرز الشرقي. المرأة عندي عم تغلي، رح طفي تحتها، الرز تحمص، رح نمسدهم لتحت شوي صغيرة وننزل المرأة. بننزل الحرارة لأنه درجة الحرارة عندي عالية. عظيم جدا، عظيم 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 عظيم. لون الرز روعة، شوية مي صغيرة للرز، هذا اللي بدنا اياه. هلا هون فينا ندوق نشوف الملوحة تبعت الرز، إذا بده شوية ملح. روعة جدا، طعمة بتاخذ العقل. رح نغطي تحت الرز وننقله على نار هادية، تقريبا بده حوالي 12-13 دقيقة بيكون عندي جاهز. رح ننتقل بقى للمرحلة اللي بعدها، رح افرجيكم كيف رح نقلي اللحمة، كيف رح نعمل التطبيقة كمان للمنسف. عندي شوية لحمة مفرومة مع شوية لية، رح نحطها على النار من دون بصل من دون أي شيء، هي بسموها لحمة التطبيقة فوق المنسف. رح ناخذ المقلاي، رح ننزل على النار، رح اخلي المقلاي عندي تكون على اعلى حرارة. لما بدي انزل اللحمة بدي اعمل لها سيرينج، ما بدي المي تبعت اللحمة تطلع لبرا.
بهذا الوقت شو رح اعمل؟ رح اخذ ميه اللحمه اضيفها فوق الميه اللحمه اللي عنديها موجوده هون مع شويه عصير عنب احمر، بنضيفها كمان للمرأة الثانية، بشغل عليهم على نار هادية مع معلقة صغيرة من الجلوكوز لحتى تسمك لي الجليز تبعنا. بتعمل هيك جليز خفيف لحتى احطه فوق اللحمة، شوي صغيرة جلوكوز برأس المعلقة، إذا ما كان عندكم جلوكوز فيكم تستخدموا عسل، بس ما تكتروا الكمية عشان ما يتغير طعمة الستوك. المقلاية عندي هون على نار عالية تقريبا بلشت تقول يلا، رح نحرك الستوك مع الجلوكوز مع كل شيء لحتى يذوب الجلوكوز. شايفين كان عندي شوية مرقة لحمة، ضفت مية اللحمة الثانية، ما بدي اخسرها لانه مية اللحمة بس نخسرها على النار بتتعقد وبتعطيني هل هيك الصوص اللي له لمعة بشبه دبس الرمان. فكل ما عفناه على نار هادية كل ما عطاني النتيجة المضبوطة. المقلية عندي أنا هون على وشك، رح ناخد اللحمة هلأ نقلبها نعملها سيرينج نحمصها نرجع نتبلها بشوية بهارات بتكون جاهزة للتطبيقة تبعت المنسف. صرنا جاهزين، رح ننزل اللحمة انا عندي هون ما ضفت لا سمنه ولا زيت ولا زبده لانه اللحمه عندي انا هون مدهنه يعني فيها كميه فات او دهن، فبدي من دهنه سقيله. روعه روعه. رح نحرك، شايفين كيف تكرملت وصار شكلها كثير حلو. هلا لنكسرها لحتى تصير ناعمه، نحن بنقلها هي البشره. هلا نتبل البشرة تبعتنا بشوية ملح، فلفل أسود، شوي صغير بهار دقة. ما رح كتر كتير بهارات عشان ما تسود عندي البشرة. رح نطفي عنا النار. روعة. البشرة صارت جاهزة. رح نطفي تحتها. رح ناخذ وعاء. رح نخلط مع البشرة شوية مكسرات. بشوف عندي أنا هون المرق بلش يغلي. رح خفف الحرارة لحتى يصير عندي بهذا الشكل، يعني بنشوف هون بس يسمعك هذا الشكل بدي اياه. شايفين ما ألزه هاللون الرائع؟ هذا رح احطه هلا فوق اللحمه على المنسف لحتى اللحمه عندي تصير هيك تدبق وتصير ستيكي، عم تلزق بعضها البعض. رح اخذ شويه مكسرات، شويه صنوبر وشويه كاشو، رح نضيفهم على البشره. كل ما كترته كل ما كنت هيك عم تدعمه المنسف ونخلطهم. يا عين روعة روعة. صارت البشرة جاهزة، اللحمة عندي جاهزة، الجليز كمان جاهز. رح نشوف الرز شو صار فيه. روعة، شايفين اللون ما أحلاه. رح نحرك الرز نشوف شو وضعه. حبة واختها، هذا اللي بدنا اياه. روعة. طفي تحتهم النار، نتأكد انه مطفية. رح اضيف فوقهم هلا بازيلا مجمدة بس مفكوكة، يعني محلولة من التجميد لحتى تضل تعطيني الطعمة الطيبة واللون الأخضر الحلو. رح اضيف البازيلا فوقهم. بنحرك. يا عين شغلة عظيمة.
حبة أختها مفلفل ولا حبة لزقة بكعب الطنجرة. هيك صار تقريبا أمورنا جاهزة للمنسف. رح فرجيكم كيف رح نطبقهم ويصير عندي المنسف جاهز. وصلنا المرحلة النهائية، رح نعمل شيء مثل المقلوبة. يا عين حبة وأختها. رح ناخذ اللحمة تبعتنا نحاول نصفصفها مظبوط. رح نصف اللحمة تبعتنا فوق الرز. هلا بالعادة بيكون خروف يعني المنسف، بس أنا عم نصغرها شوي. إذا ظل شوية بصل شوية كرات مع اللحمة ما بيأثر. رح نحاول نوزعهم بهالطريقة. روعة روعة. هي هذا بسموه خروف. رح ناخذ الجليز عندي هون، بلش وزعه فوق اللحمة. اخر معلقة. تمام التمام. رح اضيق شوي على اللحمة بهالطريقة. صارت كلها اخذ الجليز. هذا اطيب شيء بالدنيا كله. رح ناخذ البشرة نحطها على الحواف هون. شايفين كله لحمة بلحمة. يا عين. شغلة عظيمة. المنسف صار عندي جاهز. شوية بهار دقة. وعليهم يا جماعة. وهيك صار عندي أحلى منسف باللحمة. والبازيلا والمكسرات. صحتين.